كما تفتح للمستثمرين أبوابا عديدة وتدفع من مستوى المبادلة التجارية البينة بين الفاعلين الاقتصاديين وهكذا كله، وهذا كله سيساهم في الدفع من مستوى أداء فروع المؤسسات التي تخلق سيرة جديدة في الاقتصاد. نحن نريد مع هذه النخبة التي وضعت فينا ثقة ووضعنا بهم ثقة بالتكاتف والمشاورة أن تكون هذا لبنة وصرح جديد، على الأقل يكون عنده بصمة في أرض الوطن. هذا هو المكتب التنفيذي المساعد لك مساعد من ساهم في تزكيتي بأن أكون على رأس المنتدى الوطني للتنمية والتكامل الاقتصادي، أشكر كل الأعضاء الذين حضروا معنا في هذا المؤتمر التأسيسي للمنتدى الوطني. أولا وقبل كل شيء أعرفكم بالمنتدى أنه يعمل على استثمار الفئة الشبانية في كل الميادين في كل القطاعات، سواء كانت إطارات تعمل على خلق مشاريع مصغرة في مؤسسات مصغرة أو مؤسسات كبيرة، وأيضا بتشجيع الطلبة الذين يعملون في مجال المقاولاتية من نوادي علمية داخل الجامعة والمجتمع المدني. أيضا أشكر كل الذين ساهموا في هذا اللقاء على غرار الأستاذ ملهاق رابح نائب الرئيس بالمنتدى، وأشكر كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين الذين حضروا معنا من مؤسسات